أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله، ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 2010 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية الدفعة الثانية، العربية فيها باور فقط، العربية فيها رخصة 10 شهور مرور القطامية، العربية رشة برة على طقم الصاج الأصلي، العربية دواخلها فابريكا، العربية المكنة وآلات الجر والشاسيه نمرة واحد، العربية بحالة ممتازة مش عايزة جنيه مصروف، العربية المعاينة إن شاء الله هتكون المرج شارع مؤسسة الزكاة، العربية بدون أي مصاريف أو ملاحظات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 2010، سعر العربية 150,000 جنيه قابل للتفاوض. سعر العربية 150,000 جنيه قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 031-424-5612. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 031-424-5612. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.